هيدا جوزي رح يموتني، رح يمرضني، كل ليلة بيرجع على البيت سكران مطفي وريحته دخان، وفي حمرة على قميصه، هالواطي هالخاين. أنا الليلة بتدبره. بمناسبة عيد البربارة أنا اتنكرت بشكل أزرايل، الليلة ناويتله، بدي نقص وبدي خوف، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب يروح فيها. وصل 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 وصل. ها 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 ها. مين أنت؟ أنا عزرايل. عزرايل يا أنا عزرايل. مش معي على البيت، مش معي على البيت. شو في بالبيت؟ ولو ما نحن قرايب. نحن قرايب من وين لوين؟ نحن قرايب. ما نحن قرايب، ما أنا مجوز أختك. من وين البيت؟ نو بمناسبة عيد البربارة أول شي بعيد كل اللبنانيين، وبما أنه البربارة منلبس ماسكات ووجوه ما بتشبهنا، بحب أطلب من يلي حكمينا بلبنان أنه ولو لمرة وحدة واستثنائية يلبسوا وجوه الرجال، لأنه نحن بزمن بأشد الحاجة فيه للرجال. وأنا رح بلش بالأول. أهلا وسهلا فيكم بكوميكاز. أما هلأ منستقبل سوا بزقفة كتير كبيرة الكوميكازيين فادي شربل، أطوانات عليقة، ريمو صليبة، جان خضير، دولي الحلو، وتوني خوري. تعودنا تفاجئونا، بس شو هيدا؟ شو بما انه نحن باجواء عيد البربره سمينا فريقنا الليلي اشباح الكوميديا. لانه رح نطير الجمهور من الضحك، وراح نطير الفريق اللي بده. لك 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 مالله فريق لك يا اخي. شو بدك تحكي لها تحكي؟ لا واحد يحكي لها. خبره ليك القصير لك. له شعر ريمون، زقفه لشعر ابو ريمون. لا شكله بوتو. كل ده عندي روايه. راسك لبوتو. فرديك. اول مره ريمون لك شعر. لا انا بعرفه قبل كان عنده شعر. مستغرب مستغرب، حاسس حالي مثل مكس البلديه. لا 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 كثير حلو ريمو، عن جد كثير حلو. جايبين لك. لا حلوين حلوين شعراتك. ونحن نحن سمينا فريقنا فريق اللقطيني. لانه بدنا نلقط الكوميديا هيك من الفلق. ايوه لقطيني. بدنا نلقطها من الفلق. ايوه عشان اللقطين. عشية اللقطين. لقطيني ايه؟ لقطيني براسه يا عمي. لا لا مش عم بحكي عنك، عم بحكي لها. لا بالله شو ده؟ دي راسك لبوسه. راسك لبوسه. بتشيبها كثير الشباب. هي البربارة هيك بتعمل فيك. ما انت فرانسيس مشان هيك. ايوه فرانسيس. ايوه يعني جان كاسر اجره وهو اكثر واحد رقص فيكم. ايه عن جد. ايه والله. ايه والله سلامة قلبك. والطير يرقص مذبوحا من الالم. يا ولي اهلا فيكم يا ولي. على محلاتكم. مش كاسر عشرو على وش حدا. يلا يلا ما طرحنا. اهلا وسهلا فيكم. ايه خلص يلا نبلش.
رح اطلب كمان من الفريقين المساندين يتفضلوا على مطارحهم كمان. اهلا وسهلا فيكم. قانون البرنامج بتعرفوه كتير منيح وبتعرفوا شو لازم تعملوا، فبلا طول تصيري خلونا نبلش على السريع مع فقرة كومي جوكس. مين رح يبلش؟ أرجيلي فقرجيلي صاحبة البيت زنجيلي، أرجيلي فقرجيلي صاحبة البيت زنجيلي. مش هيك قصدهم. وبلاطة فوق بلاطة صاحبة البيت بلاطة، بلاطة فوق بلاطة. مشكلة ما معي شيء. بعده عايشة جان، بدنا نعرف شغلة. بتعرف شغلة جان إنه ما معي أعطيك لا بونبون لا شوكولا، بس فينا أعطيك شغلة واحدة. بتعطيني هلا قلتي لي من شوي انه ايمتين بتحبوا نبلش؟ قلي كل الحلقات ايمتين بتحبوا نبلش وما بنبلش بشيء. ما يا جان خليني اكمل لك. ايوه يا جان خليني اكمل لك. اذا لحقت وبلشت اكيد رح فيك تنهي. بلاش اذا 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 انتهيت يا اخي كلكم موجودين، اذا انتهيت عن يده ما احسن ما انتهي لي بشيء انفجار. ايوه انا يا جان كنت عم اقول لك انه انا ما معي بونبون ما معي شوكولا، بس معي شغله واحده بقدر اعطيك اياها وهي بوسه. اتين عواد سلام راح 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 جان خسرني. اذا هات ارجيني فوق ارجيني لاحظوا يا اخوان راحت العصا من ايدي بدون شيء. أيوة. اذا من بوسي شلت العصا. ايوه اسم الله عليك. تنكبر الشرط ايش بيصير فيي. مين رح يبلش؟ انا ببلش. وهلا هو تياب، انا كنت رايح على استراليا، قال لي نبيل وجيسكار بكره جاي عيد البربارة، اذا لقيت شي تياب هيك معينين جيب لنا اياهم. المهم وصلنا على استراليا، نزلنا بالاوتيل، عندنا كم حفله، عم بفتح شنطه التياب هيك بتنط فاره صغيره بيناتهم. يهب هالليل وين بدي اروح وين بدي اجي؟ تلفنت على الريسبشن، انا انجليزي يوك، دقيت له بونسوار، قال لي وات؟ قلت له اليا ان بيتيت سوري دون لا شامبر، قال لي وات؟ قلت له ان بيتيت سوري دون لا شامبر، وهي تحزك قدامي. ما فهم علي نص ساعة ساعة، صار الساعة واحدة بالليل، شو بدي اعمل؟ رح يروح التياب. خدت التليفون قلت له هلاو هلا هلاو، قلت له مستر يو نو توم اند جيري؟ قال لي قال لي يس. قلت له جيري از هي كم اون. حلو حلو منيحة. هذيك المرة رحت على هيك عم جرب انه اعمل على سهره كاراتيه مدري شو. انت قضيتها بالتجربه. قال لي فنون ايطاليه. ايه فنون ايطاليه. ايه اما قال لي الكوتش هيك اور لي عيوني. قلت له انا مش هالقد عنف انه ما بدي هالقد، اول مره يعني عم نتدرب وهيك. قال لي لا اور لي عيوني. قلت له مثل ما بدك. عملت هيك قام حط ايده هيك زمر اخو شليتي. رجعت على البيت متعلم شغلي انا، وصلت هيك على البيت قلت لها لقيتها مرتي، قلت لها اوريني عيوني. قالت لي لا لو كريم ما معقول اقول لك، لك عم اعمل لك اوريني عيوني انا هيك جاي بقوه. عملت لي هيك. بعدك عم تقشع منيح؟ بعدك عم تقشع منيح؟ ما والله ما مغبش من هذيك الايام. لا قشعك منيح لالي. انا وراجع يا سترين رجيع بالصين، جبنا البضاعة الاغراض هيك. هلا بتعرفي تطلعي كل الستات شايفينهم تبع البلدين اوروبي، بس التشينيزية هيك الصينيات. هونيك شاب صاحبنا عرفنا على وحدة عشيناها، رحنا على الديسكو. هلا كل الليل هي انا وغمرها هيك وماشي الحفلة كذا، اللي هي ترنكا بنكا. شو؟ ترنكا بنكا. انا اقول ياي مبسوطة معي هيئتها ترنكا بنكا، وهالعرق ينزل مني وترنكا بنكا ترنكا بنكا. تطلع الضو، نمنا لنا ساعتين، نزلنا تاني يوم على المطعم عم الصبحية هيك عم نتروق، داير التلفزيون ماتش رياضي ماشي، ما اسمع المذيع كل شوي اوه ترنكا بنكا ترنكا بنكا. عم قلت هيت اللي ترنكا بنكا بالليل، وهيدا ترنكا بنكا شو هالكلمة؟ عيطنا للجارسون هونيك، قلت له مستر شو يعني ترنكا بنكا؟ قال لي يعني الضرب اجا برا. يا
مرة عمرها 70 سنة قالت له لجوزها حبيبي مش أحسن إذا ما بلبس سوتيان؟ قال لها إيه حياتي إذا ما بتلبسي سوتيان بتصغري 20 سنة. قالت له عن جد؟ قال لها إيه حياتي كل التجاعيد يلي بوجهك بروحوا. مثل المراهي. أنا بقول لك وحدة تاني، كنت هيك بعيد البربارة وجدي قاعد حيم الكتاب بإيده يفلفش فيه فلفش فيه فلفش فيه، جربت جيت لعنده وقلنا صغار شو يا جدي؟ قال لي هذا يا جدي أنا بتسلى فيه، أنا بحب التاريخ، هيداك كتاب تاريخ. طلعت هيك لقيته تياب، كتاب كله صور مزلطة. قلت له يا جدي هودي تياب سكس، كتاب سكس، صور سكس هودي. قال لي إيه ما هو السكس عند جدك صار من التاريخ. شفت على وحدة عسيرة التاريخ، قال في استاذ طلب من تلاميذه كل واحد يكتب له جملة فيها كلمة ينقص ناقص. أول واحد قال له اشترينا بيت وكان ناقص البسين. ثاني واحد قال له ذهبنا إلى المدرسة وكان ينقصني بعض الكتب. في واحد ما كان يعرف يركب جملة، قال له ليه؟ قال له نحن لأنه مش ناقصنا شيء. قال له ما بيصير إلا ما يكون في شيء ناقصكم. قال له لا، امبارح امبارح كنا قاعدين وصلت أختي مع صاحبة، وقف بي وقال هيدا اللي كان بعد ناقص. هيدي غنية زنجيلي فوق زنجيلي وصاحبة البيت زنجيلي أرجيلي فوق أرجيلي. هيدي وحدة ما كنت تفعله. شو بك يا جماعة بتعرف تغنيها؟ عادة بيمرقوا على البيوت وبيدقوا على البواب وبياخدوا مصاري. بقى في هونيك فرقة ما زبطت، قام إجا واحد منا هيك متنكر بالليل، واحد منهم من الفرقة فات عليا هي نايمة هي وجوزها، حط الفرد فيهم. قلت له شبح حرامي. قال لا تخافي شبح حرامي على الحيط. قلوا له على الحيط ناكل إيديك لفوق. قلوا له لفوق. وقف المرة والرجال شو اسمك أنت ليه؟ قلت له انا اسمي جورجي. الله حظك كبير اسمك على اسم امي، ولكن بدي قتلك اوصيك هلا. انت شو اسمك؟ قال له انا اسمي انطوان بس كلهم بعيطوا لي جورجيت. فادي ايه مش عم بسمع حسك. ايه بس هلا بده يطلع حسك بقوه، لان بدي اسالك عن مسرحيه كتير سلبي شو سيزن 2. صح، يا ريت بتخبرنا شوي عنها. كتير سلبي شو يلي بالسنه الثانيه نحن عاملينها بالهيلتون حطور، والفريق هو ذاته كلنا سوا. بتشوفوا فيها كل الشخصيات من ابو عزيز للاطرميزي ليا ويلي شو طيب دول الحلو. بتشوف كمان شقلوب، بنشوف سيد كمان ام خالد، كل الشخصيات حتشوفوها يعني. وكمان مثل ما بيقول حبيبنا نبيل قال اللي ما بيضحك ما نرد له مصرياته. واو. بقوة بقوة. واي متى بتكون تعزمونا؟ في خليل وفي لطيف ولطيف. في خليل. خلو خليل. اول سكتش لليلة رح يدور حول سوء تفاهم بعيد البربارة، وقتها فادية قصدي فادي كان لابس تياب بنت طيوب كتير. كومي بريك سريع ومنرجع. هوشلي بربارة يا بنات الحارة، هوشلي بربارة يا بنات الحارة، من ايديها ومن لفة عينيها عرفتها من ايديها. دخل الجمال ولك دخل الجمال. عادي 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 خلينا نبلش. العمى شو مسا ليه؟ خلينا نحكي شوي. معقول ملا سهرة تنكريه؟ شفتي تسلينا، شفتي حبونا كتير كتير تسلينا. بس تعرف اللي ضحكنا؟ العمى شو اهبل وشو اغبي هالعالم، كلهم فكروك بنت. طبعا انا بمثل كتير منيح من انا وصغير، بلبس الشخصية 100%. بس اكتر واحد غبي بتعرف مين؟ مين؟ بي اللي صاحبتي نهى. معقولة صار يتحركش فيك؟ قال يغنجك وبده يبوسك وبده يصاحبك. بده يصاحبني دخيله، ولا بده يصاحبني. بده يصاحبني بس انا ما بصاحب ختياريه، ما بصاحب ولا
يا مري انا يا مري يا مري انا لك دخل الجمال انا امي امي لفوت لجوا امي ايه اعمل لك طولي بالك بركي حدا جلينا لا لا ما تعطى الهم ما تعطى الهم بالمره حياتي الماما متوفيه والبابا بالضيعه بضل بالجبل ما عم ينزل على بيروت ايه لا لانه اذا اجى لينا حدا وخصوصا اهلك بيقطشوا لي السوتيان ودخل جبلك انا ودخل هالجبال انا خليني اعمل السياحه بقى ما بعرف في حدا ده بابا بابا مسيكي بالخير يا بيي بابا هلا بابا 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 كيفك بابا بابا شو جابك من الجبل هلا بيي عزتني الدنيا كثير ذكرت المرحومة أمك لعت شربت شوي يمكن زهزهت نتفة قلت يا صبي قوم رجع لا يصير معك شي جلطة قلبية عكثرة الشرب قلت بجي الهونة بيي هيئتك مشاشرة كثير الليلة ملبكي بكي شي أنا ملعوز بلي أنا ملبكي بجني بيه يا بيه مين هي الست ست بعينك اول شيء انا بعدني مدموزين يخرب بيتك عيشك حمشة نونو؟ ايه بابا ما عرفتيني على المدموزيل مدموزيل؟ هيدي 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 عمتها لصاحبتي نوها ايه عمتها؟ ايه عمتها لنوها نوها؟ ايه نوها عمتها لنوها حاولي بالك عمتها يلي ايه نوها بتعرفها لنوها؟ ايه ما انا صهر يلي كان بده يختصبني يخرب بيته يخرب بيته نطر لأختي سافرت من هون ونط علي من هون العمى بقلبه مثل العمى البغل بقلبه. مثل الوحش صدقني العمى بقلبه ايش بيفهم لك ايه ده العمى شو هالشي يعني ست حلوة مثلك وساكسة ما بستبعد انه سهرة يشك علي بعرف انت روعة ايوه روعة وما فيني خبرك أيوة بابا ما عرفتك ع حضرته مين حضرته؟ حضرتي أنا بكون الخواجة منعيم نعيم النعوم ييه أنت منعيم؟ هو بزيته شحمه وبلحمه اسم الله زيدين شحماتك يا منعيم اسم الله عليك اسم الله عليك مثل الطاووس منعيم اسم الله عليك انت لازم يسموك خشن المخشن المخشن يبعث لك سم قد ما انك مهدومه ما بكفي انك حلوه وسكسه كمان مهدومه بتعرفي انت عجبتيني بابا هاتي لي بيك دخلوها شوي بابا حبيبي انت جاي من الجبل وشربان كثير ومش نايم وتعبان شو رايك تفوت على الاوضه ترتاح شوي لحيت الله ليكا هالموال طلعي منه انت فوتي نايمه هالليله ما حترجع كل ليله لعندك الله وفقني الليله فوتي الجوة وتركيني انا ولي دخيلك انا شو هالطول ما قلتي لي الاسم الكريم انا رشيد 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 اسمك رشيدة عندك مشكلة عندك مانع بهالاسم رشيدة وحميدة واهلا بربك يا رشيدة دخل عينك اذا بتريد بتعرفي شو فوتي اعملي لنا جوت تبولة غير شكلي هلا تبولة بنص الليل لايكة شو وحقك يا الله تعرفيني بس تبرم معها تبولة فوتي اعملي جوت تبولة احسنها
وتركيني انا وياها. انا فايته اعمل تبول. خذيني معك يا بنت. يا اهلا يا اهلا يا 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 لا 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 شو الطور ده؟ طور وفلتينه فدلة لا 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 عادي حد يخرب بيتك عيونه قلبه روحه الله يخليك. هلا انا باخدك معي. لا والله بدك تخليني معي. تأرجيكي أوضة النوم جديدة. يا لا 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 ركبنا على الحديد. نونو نونو تعال هنا. نونو يعني خلفك الجوة عمة حي متضرب ونونو حبيبتي عيوني يا رشيدة. هلا فيك ليك عم أهلك شوي شوي علي. أنا ما فيي أنا بصير بدي أوقع بالمتاهة أوقع بالغلط. شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ شو عم تمد إيدك يا بني؟ شو عم تمد إيدك؟ ضربة تضربة ضربة صغيرة. ليش في ضربة صغيرة وضربة كبيرة دخيلك؟ إيدك عني يرحم مواتي. أنا لا يقطع حدا قال لي مدي مقطوع. مقطوع بعرف ما يلعب لك. قوم اعمل لك كزورة برا كزورة تحمم ما ينسقع خليها تخف الحمام والعلاج العمى لك. كيف هو رشيد؟ رشيد خير. انت كتير عجبتينا. يعجبك الجهنم الحمراء. وكتير فلقتينا. وكتير ضربتينا. وبنص قلبي وجعتينا. وجع يخلع رقبتك. وجع يخلع رقبتك. ده كان بعد قصدي يا بني. انت قمري وبتضلك قمري. أيوة. رح ضل بسحرك دوب. وانت يا حياتي قدري. يا رشيد العجبيني مكتوب. كتبك بالمقادير. هل عني ما بحب المزح. لا ما شو هالطور هيدا. ولك يا خي ما فيش ولك ما فيك ولك ما فيك. ما توغزينا طلعتني. ما توغزيني يا ست رشيدة. اعتبري لا صور شي ولا قلت لك شي. أنا راجع طولة على الضيعة أرفوار. اطلع عليك شي كاميون يريحني منك. كنت وقعتنا بالخطية. أنا عملت التبولة قد ما فيني بسرعة. وينو بيي؟ قتلتوه؟ ريتو يدهشو شي كاميون يريحني منه لبيك. ليه؟ طاروا فاتينو بيي. بيي طاروا فاتينو. شو عمل فات؟ كان اغتصبني بيي. شو؟ هقتو ولا ضرب له زمان ما؟ حرام عليك، له زمان محروم، بعدين انت هيدا منظر. حبيتيني؟ لكن فل بيك، شو رأيك هيك؟ لا تعال لا ورا. تعال قال لي إن شاء الله مصدقة باللبس أنت. تعطيني بوصي تعطيني بوصي. ها لا اذا هون احسن اذا هون احسن بوصي احسن بوصي. نونو ورشيدة. نونو ورشيدة. بابا ما بابا ما تفهم بابا منعي منعي بابا راح منعي. لكي إلو ساعتين عم يتحركش فيي ما وقف معه شي لبيك إلا قلبه. يا خلوك يا بابا يا خلوك يا منعي يا خلوك يا منعي. يا مسكين يا جان ما وقف إلا قلبك. منعد سوا كم مرة ضحك الفريق المساند لفريق اللقطيني على هالمشهد. مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اثناش ثلاثتاش أربعتاش خمستاش
15 مرة وبقي برصيدهم 1500 دولار. خلونا نروح على بريك لنعمل لجان تنفس اصطناعي، بركي بركي بيرجع بيمشي حاله. شو يا جان؟ بريك ورجعين. اسمعيني منيح يا دوموزيل. نعم. بدي اقول لك مبادئ الحزب اللي اسسناه جديد، وبدك تحفظيها منيح اذا بتريدي. نعم. كل عضو نعم بده ينضم لعنا على الحزب، بده يكون مش طائفه. طائف. نعم. بده يحب العمل الجماعي. عمل نعم جماعي. وبده يكون شخص قادر على المهمات الصعبه. صعبه. اوكي. ومفضل يكون عنده كاريزما بتساعد على تهيج الجماهير. بالاضافه لهالشيء تهييج الجماهير. اوكي كتبتيها؟ نعم. بالاضافه لهالشيء كل عضو بده ينضم لحزبنا بده يكون عضو. راسه عضو. مرفوع عضو نعم راسه نعم بعزه وكرامه نعم عبقري بده يكون عبقري يعطينا من افكاره بدنا نطور حزبنا اذا بتريدي ايديون نعم واهم شيء هيدي اكتبيها بخط كبير وحطي تحت زيح النظافة بده يكون عضو نظيف نعم عضو نظيف نظيف نعم. نعم نعم هلا اذا في حال نسيتي شيء من المبادئ انا طبع لك اياهم حط سطر سطر بعد سطر عضو نظيف عضو نظيف عضو نظيف انا طبع لك المبادئ اذا نسيتيهم نعم نعم وفي شغله لحظه في شغله مهمه كثير كل عضو بده يسجل عندنا بالحزب لحظه بده يعبي استماره لحظه عمي بطيئه يا دوموزيل بطيئه عضو اوكي بده يعبي استماره هاي الاستماره اللي حدك نعم ضروري اذا بتريدي يعطيك نعم. العافيه ميرسي نحن حزب محترم ايه يا ابو الليل حبيبي شو كباريه الليلي مان يلا ناطرك والله زمان يا بيت ماريكا بعدها بنفس الزموق البيت بعده بنفس الزموق مطرح ومراح لمطرح هيدا البيت كان اهم بيت دعارة بشرق الاوسط كله كانوا كلهم فاشين خلقهم فيه الجنرال جورو فاشوا فيه الجنرال دي جول فاشوا فيه كنت بس اجي لهون يكون سعد يوم سعد بحياتي بتفوت لجوا الحريم شو حريم يا ويلي على الحريم اللي جوا سنيه ورزنود الست بيتاكلوا اكل يا ويلي على امريكا يا ويلي اقولكم بعضها طيبه ولكم مغيرين الديكور كمان لك هالالوان لك يا بيا شد حلوين يا بيا شل حصان خليني استعجل بلش مفعول الحبه مرحبا اهلا وسهلا تفضل الله يزيد فضلك يا مدام دوموزيل لو سمحت دوموزيل في العامه معقول تكون ظابطه دوموزيل دوموزيل ما قلتي لي حضرتك المديره هون لا انا السكرتيره التنفيذيه هون اذا السكرتيره هيك كيف اللي جوا يا ويلي بدك تفوت اكيد بدي فوت شو جاي اعمل جاي تنفوت دخيلي شايفه
وإذا بفوت دغري بكون ممنونك لأنه بلش مفعول الحبة يعني. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا فيك بمقر الحزب. حزب؟ إيه؟ صرتوا حزب؟ أكيد ما بيطلعنا يعني نحن نعمل حزب نحن؟ ولك أكيد أنت اللي بيطلع لكم تعملوا حزب. ما أنتوا أصلاً أكبر قاعدة شعبية بالعالم. الله يخليك. خليلي قعدتكم أنا يي. الله يخليك. بس الله يخليكي شاهد شوي يعني لأنه سفين وحدة وجايين. إن شاء الله ما تعذبت لتوصل لعنا. لا أبدا، كيف متعذبي ولو معقولة؟ ما أنا من 13 سنة بجي لهون. بس الله يلعن الأيام، شو بدنا نعمل؟ تجوزنا. ما عدنا نجي، عرفتي كيف؟ ولا يهمك ولا يهمك، إذا بدك فينا نفوت بالإجراءات. لا فوتي دخيل إجرايكي، فوتي. إيه. فوتي دخيل إجرايكي فوتي. لأنه بلش مفعول الحبة يعني، عرفتي كيف؟ خليني أشرح لك شوي الشروط، أوكي؟ اشرحي لي دخيل. اشرحي لي. رح أشرح لك المبادئ يلي قايم عليها الحزب. ليش بيقوم على المبادئ؟ طبعًا. طبعًا حزبنا بيقوم على المبادئ. ليك أهم شيء إذا بدك تفوت بحزبنا أو أي عضو بده يفوت بحزبنا لازم يكون ضروري مش طائفة. ليك مش طائفة نو. أكيد مش طائفة، هي بعز دين الطائفية والقتل على الهوية. كنت تلاقي كل اللبنانية جوا كلهم عفرد تخت. يعني متفقين؟ ايه اكيد متفقين. يلا فينا نفوت. لا لا عمهلك عمهلك عمهلك. وبدك تكون حضرتك اول عضو مؤمن بالعمل الجماعي. جماعي؟ نعم. جماعي جماعي؟ نعم. بعد الكبرة جماعي؟ طبعا طبعا ضروري يكون جماعي، لانه اذا كل واحد بده يشتغل على راسه بيفلت الملاق. ايه اكيد بيفلت الملاق. بس عندكم مطرح للجماعي هيك كلهم؟ انا اللي بعرف قواتكم المزمركه تزمرك جوا يعني في لا ما تعطى الهم، الوطن كله صحتنا. الوطن كله؟ طبعا. العمل شو كنتوا تعملوا جماعي بالملعب البلدي؟ بس الله خليكي، انا ما عندي مشكله بالجماعي يعني، بس عندي طلب صغير هيك قد النتفه. وقت بدنا نعمل جماعي انا بوقف باخر الصف. مش لشيء، عم بركي حدا واقف وراي واخذ نفس الحبه يعني. فيم نازل فيه طاق طيق طاق طيق. مش معود يعني على هالكبره، بس يمشي هيك خلاص. اخر واحد منيحه ما في مشكلة. وعلى كل عضو بده يفوت عنا انه يكون منضبط. منضبط؟ منضبط اكيد. شوفي يا دموزيل، نعم، المثل بيقول جوزك على ما تعوديه، نعم، وابنك على ما تربيه، بس هيدا صعب كتير تضبطيه. وخصوصي لما تفلتي ما بعود فيك تهديه. اخدين حبي خلينا نفوت. خليني كفي لك الشروط. تفضل. وعلى كل عضو انه يضل متأهب دايما لتنفيذ الاوامر. اها هيك ما تعتلي هم. انا من الناحية بنفذ الاوامر على الحرف على الفاصلة على البكلة. نعم. حرفيا. بس ما تبغزيني بالكلمة يعني. بسبب العمر صار قصور شوي يعني. مالك مالك دغري ماشي لشجون عليك. أهم شيء ما نحب نحكي بهالموضوع يعني. نحن رح ناخذ موضوع السن بعين الاعتبار. كتر خيرك كتر. بس الأفضل. أهم شيء إنه يكون مثل الألف بمسيرة النهوض. يعني مثل الألف. مثل الألف؟ نعم. مثل الألف صعبة يعني. بعد هالعمر ممكن يكون مثل الواو. الله ايه مقصوره. بس اهم شيء كمان انه يكون مشرق ومتفائل. هلا هي للتفاؤل في تفاؤل في، بس مشرق انا ما فهمتها يعني انه بركب له سرير لمبات يعني.
حط له لمبه كبيره بضوي فيه رومبوال حي. مش هيك قصدي، قصدي انه يكون عنده عنفوان، راسه مرفوع. ايه لا لا هيك ايه اه. رزق الله وقت كان. بس فينا ما نفوت بالخصوصيه شوي مدام يعني. نحن بهمنا كمان هيدي اخر شرط انه ما يكون مربوط بجهه خارجيه. مربوط؟ ايه. ليه بتكون مربوط يا انت؟ انا جاي ابسطه مش جاي اربطه. ليك مما كان يكون بس يفوت عنا بالحزب كثير رح يكون مبسوط كثير. اه يعني خليه يفوت بالاول وبنشوف اذا بيكون مبسوط ايه ولا لا. بس خلينا نفوت. ويا ريت بيكون كمان عنده بعد نظر. لا بدكم تفوتوه بالجامعه عنده بدكم بعد نظر. مطلوب بدي اعلمه لغات كمان. لا لا مش ضروري مش ضروري مش ضروري حتى الشهادة الجامعية مش ضروري. اه كتر غيرك. لا مش ضروري بس مهم كثير انه يكون نظيف لو سمحت. شق اللفت نظافة قد ما بدي. اصلا انا مهووس نظافة. ايه لا بعجبك هيك المنيح. طيب نعم. اذا كله اوكي فيك تعبي لنا استمارة. ايه ليش لا يلا بنعبي الاستمارة. تفضل تفضل استاذ. بتعطيني القلم بليز. وهيدا قلم. تفضل. يسلم عليك. احمر كمان. ها نعم. الله يخليكي. يا هلا. الاسم. علني شو هذا؟ علني هو عنده عدة اسامي يعني. في كثير بس انا رح اسميه اسمه الطبيعي يلا. العمر. من عمر صاحبه. بس يا بردي كبر قبل مني. المهني. المهني يعني هو كان يشتغل شغلتين يعني بس هلأني ولا شيء. ها اذا ما بناخذ الحب ما جاي بنقر تنقير. مش مشكل نحن مش متطلبين الطول. ما تكون الطول هلا يا ما من 30 سنة. لا اكيد هلا. هلا بجرس. هلا ني انجا. ها شو انه ماشي. الحاصله الهوايات. الهوايات انه شو بتصيد فيه سمك والله. موتار الجيران. كل الهوايات. هوايات قفي يا قفي يا الهوايات مش مشكل. ليش هادئ؟ ليش هادئ؟ والله بدك تسأل اللي كانوا قبلك لأنه شهادتي فيه مجروحة يعني. بعد في شيء تاني؟ لا لا هودي هني بس يا ريت بتمضي لي باخر الاستماره وعشرين الف رسوم. عشرين الف بس؟ ايه. ياي صاركم بالارض صاير. ايه ما نحن بتعرف بهمنا يكون عندنا كثير اعضاء بدهم يفوتوا، بتعرف الوضع الاقتصادي هلا تعبان. ايه. فرخصنا الاسعار ليفوت لعنا كثير اعضاء. هيك شو حلوين شو لذيذ. لا صار فيها فوت؟ ايه طبعا طبعا طبعا. فوت؟ تفضل. هلا؟ هلا. يس. تفضل. بليها. شو عم بيصير معك يا استاذ؟ شو بدنا نفوت نعمل؟ راح مفعول الحبه، صرنا ساعة من هيك بنفوت 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 حبه استمارة بدنا نفوت. يا شديتو حلميتو يخرب بيتك ما في شيء. اي حبه طلع لك حبه؟ لك هو قد الحبه بس باخذ له حبه ليصير مثل العالم مثل البشر. الحبه ما حبة الزرقاء. اي حبة زرقاء؟ الحبة الزرقاء. لك شو بالي ايه؟ لو مزبوط بقيت ديموزيل. لك الحبة الفياجرا. يي يي يا عيب الشوم عليك يا مسيو، يا عيب الشوم عليك، نحن هون مكان محترم، ممنوع تحكي هيك حكي. هلا ني بيت ماريكا صار مكان محترم؟ مين هي ماريكا؟ يا حبيبي نحن هون مقر الحزب شو بيت مدري مين؟ ولك ما ايه ما انا عندي عضو بدي فوته بالحزب. ايه ما نحن عم نستقبل اعضاء، وينو هالعضو؟ عرفني عليه وانا بفوته.
ولك معقولة هيك بالأول؟ ما أنا هيدي شغلتي. أجي عم تعبي لي السمارات يلا دقيقة ثانية نصف حبة. ها فوتي تعرفك عليه. ما أنا هيدا شغلي هون. ايه. أنا كل ما كل ما في كل ما في عضو أنا بتعرف عليه وبفوتي. بعدك أنت ما بتتغير تركتك لأنه كان صغير من رخم لشلش ما بيتغير. يعني قبل كنت متردد انه ها ها بس هلا انا اكيد يا ريمو انه مرتك رح تتركك من بعد ما تشوفك شو عم تعمل. منعت سوا ضحكات الفريق المساند لفريق اشباح الكوميديا. اذا ضحكوا مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 12 مره وبقي برصيدهم 1800 دولار. بعد البريك رح نكون مع فقرة الكومي ستاند، بس مين رح يكون بهالفقرة؟ شو يا توني؟ محسوبك رح يكون بالفقرة. شو رح تفرجينا؟ شو رح فرجيكي؟ فرج شو رح فرجيكي؟ توني 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 لحظة شو؟ ما بدي اشلح حوضي مرة بضل خواجة ورح البس تياب الستاند اب واجي فرجيكم شيء كثير حلو بعد البريك. وصلنا لفقرة كومي ستاند وعنا فريق اللقطين مستعانين بتوني خوري. نعم. بس الظاهر أشباح الكوميديا استعانوا بلاعب أجنبي وهو صح. جهاد اسطنبولي صح مزبوط؟ مزبوط. عم تجيبه من برا؟ نو بتصدق استعانوا هيدا ضعف هيدا لا نحن عم نجرب نشغل صح أكثر زميل نحن العالم بهمنا السياحة طبعا شو نشجع المنتجين يا ضعاف بعتقد عم بيدلوها عالمية. هلا خلينا نكون مع توني خوري يلا توني تحية من القلب من هون لكل العالم ايه اوكي ثانك يو كثير الله مثل كل شاب لبناني أول حلم بحياتنا بس نبلش نشتغل نطلع لنا قرشين نجيب سيارة هذا حلمنا الوحيد ومحسوبكم هيك عمل طبعا كيف بدنا نشد حريم بلا سيارة؟ ما فينا، هيك عمل جمعت قرشين ورحت اشتريت سيارة سبحان خلقها تسوي لها 2000 دولار يلا طبعا يعني لو ما قريت على الدفتر لونها رصاصي ما كنت عرفت لونها صراحة. فيها شي 35 لون، عندك رفراف اليمين أحمر، رفراف الشمال أسود طومبوني زرقاء. جايبها يؤمن يعني إيه الباب الوراني الباب الوراني على اليمين باب دوز فخامة فخامة والأحلى من هيك إنه سقتها شي 10 13 سنة ما غيرت لها دولاب طلعوا شرايط هيك من الدولاب من شي يومين إلا ما أروح أغير لها دولاب وصلنا عند تبع الدولاب قلت له أستاذ بدنا نحط لها دولاب لهالعروس الله يخليك قال لي طبعا أستاذ في عندك الدولاب البريطاني عندك الدولاب الفرنساوي قلت له عمالك روح علينا شوي خي روح علينا شوي شو عمل لي إياها حلف الناتو عرفت شفنا خي في الزلة على الليستا الأسعار نزل لتحت أرخص دولاب ركب قال لي ارخص دولاب ب 20 دولار قلت له حط اربعه والدافع كاش خواجه انا ولا خواجه والله ركب اربع دولاب تمام بنروح بنيجي ما بعرف العالم شو بيطلع حق الدولاب الغالي بس في عندي مشكله وحده بس ادعس فريم العربيه بتسرع ما بعرف دولاب ايه دولاب ليه انا لا وفيها ميزه حلوه كثير بس حط المفتاح وانقر نقره مارش بتفعض غايمه من ورا بتقتل ضيعه يعني حرام دويخين الزوق يعملوا هيك بالعلامة صيفيت الماضي دق لي رئيس البلدية قال لي يا خوري بالعملية ما تصغر هذا بيك اب البلدية عنا خيي منزوع عمل لك برمي بس سيارة رش للبرغش إذا بتريد سيارة فظيعة فول اوبشن بس بتقضي غرض بتقضي غرض يعني بتفش الخلق بروح فيها على الدكان كيلو بندورة بصل جرة غاز ماشي حال جيت فيها لهون يا حرام برا هلا حميت معي ثلاث مرات بطلوع بس ماشي الحال وصلت لو ما منا ما شفت الوجوه الحلوه والله يا حي صفها برا بتجنن الله يبعد الضربات طول لي عمرك على الصيد بروح فيها
بشرفي على الصيد على اخر الدنيا طالع هيك المره انا وشاب رفيقي اسحبنا هيك صبحيات على الصيد قد ما سحبت هوا من الشبيبيك ومن تحت التابلوز انطرنا صرنا بدنا نفانتر وقفنا على جنب الطريق نزلت انا بتعرفوا اللبناني بينحشر الاول بيلحقوا الثاني هي معروفه نزلت انا قلت له يا زلمه افتحنا حديث قلت له يا زلمه يا النسوان شيء غريب مرتي ما توحمت على البطيخ الا بكنون وعود يا معلم بروم جيب بطيخ هو وقف حدي قال لي شو بدك بهالحكي يا زلمه هودي النسوان كله غنج يا حوي انا امي توحمت فيي على كلب بني شيء اكثر زلمه بالعالم بخنقني على السياره بدي سوق الوالد يا اخي زلمه بيطلع بدورك اليوم بعد دور بيبرم بلطش النسوان زلمه نسوانجي راسه تمام شو بدي اعمل فيه لا ونسوانجي ومربى شوارب كيف مثل كانه بيلع بسكليت وتارك الكيدون برا هيك شوارب وشواربه فاتحينه صدقوني يعني بي بس يشوف مره كلها على بعضها حلوه بيمسح شواربه مسح يا ابوش دخيله هيك بس ايه بس يعجبوا فيها الصدر الاعظم بينقفوا النقف لك برني الشمام بدي البطيخ اليوم بس يعجبوا فيها المؤخره بكوتهم تكويت يهز يا وزي يضربهم هيك كذا ينخع يا ارنب عين هونيك مره عملت سهره راس سنه عندنا بالبيت عزمت صبايا وشباب وكذا طبيعه الحال الوالد واقف عم بيستقبل الزوار وبلش دفق الحريم القصير البروتيل الدنيا وبلش الوالد يفرفك ايداه وما عادش هدوق اعصابه قال عمي تفضلوا قال عم فوتوا هالبنات قال عمي تفضلوا عمي لك توطي ايدك وطي ايدك على شواربك اهلين اهلين عمي قلت له اوعى تحط ايدك هودي اصحابي اهلين اهلين وما عادش فلتت معه اهلين بلش نص اهلين عمي اهلين تفضل هلا هلا على وسهلا اهلين 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 ثانك يو يا جماعه خوري ايوه انت يا طوني خوري ايوه انت يا وردة جوري حبيبي لو قد ما كانت مهضومة وجودك منه ضروري لو قد ما كانت مهضومة بدي احكي اليوم عن الزواج الزواج مؤسسة فظيعة وانا زلمة مجوز مجوز يعني الفرق بيني وبين السطل المسكي هلا في مسكي بس غير ارك يعني غير شيء هلا ليش اتجوزت مش بمزاجي صراحه انا هيك كنت انا بالمدرسه كنت هبيله يعني الحق ع امي كانت تلبسني هذا البنطلون اللي لهون كان داري كمان المره بتذكر بقصص ما بعرف يعني جزداني من وراها صار بذكرني بالبصله كل ما افتحه بتكر دمعتي صراحه يعني ايه بس بقول انا زمطت صراحه تجوزت قبل هالعمليات التجميل اللي درجه فرد مره يعني صاروا كتير كتار جارتنا ظاهره من يومين عم بتطلع العمى بقلبها مغلطه بين وجهها ودفتر التلوين انه يا بنت الحلال عيد البربره بعد ما اجي عشو لابستيها لهلا يعني اصلا كتير صارت هيني عمليات تجميل صارت وحده تنزل بتحمل $50 تنزل عند الدكان جي بليز بدي نص كيلو شفاف كيلو ونص خدود وبالباقي اذا بتريد لا جد كتير كترانين عمليات تجميل يعني مش معقولين صرت يعني ما معقول بتحسها كيس مارشميلو وقاطع قدامك يعني انه ايه انه حتى اصلا هيدي البنت العاقله ما عاد في منها ابدا تتخيل جرب تشارع شي مره انت وحده مان ليش وكيف ساعتين ليش وكيف ووين ولا واذا وعصاريخ وعييت واللي بدك وبالاخر شو بتقلك بلا ما نحكي خلينا ساكت لا احكي خليني ضل ساكت انه بلا ما نحكي لا احكي وانتبه ما بتطلع فيك هاك الوقت واتساب يا بنت ارفع وجهك انه واتساب هلا لا بالنسبه للواتساب ما حق صراحه قليله ملا اختراع الواتساب انه عن جد اختراع مخيف انه كل وقت عم توصل انت والعالم صح اللي اخترعه زلمه عبقري واكيد اللي اخترعت اللاست سين مرته يعني اصلا
اصلا الواتساب صار بقانون السير، يعني مثلا اذا بتتخيل مثلا اخضر امشي، اصفر خفيف، احمر واتساب. ملاحظين العالم ما بتعرف الاشاره الا من ورا الواتساب، وشغله مهمه كثير يعني. بيعجبوني هول الستيتس اللي بيكتبوهم، بتقول له مثلا يا ريت تجوزت حمار وما تجوزتك، شو برد عليها هو؟ اصلا زواج الاخوه ما بيجوز. بيكتب لها، بيكتب لها لو ما قد ما برمتي ما حتلاقي مثلي، بتكتب له هي لو بدي لاقي مثلك كنت تركتك يا جحش. ايوه مهضومين هالقصص الستيتس عن جد. واحلى شيء قال شو؟ شو هاي احلى شيء؟ اوف منين طلع؟ احلى شيء قال شو؟ شو هالجمله هاي؟ احلى شيء قال شو؟ هو احلى شيء؟ قال شو؟ ومين قال؟ وشو؟ اصلا بتعرفوا شو بنقول اخبار نحن من هالنوع من الجمال؟ مثلا بيجي واحد بيقول لك مان، عن جد بنقول اخبار كثير. ما بيجي واحد بيقول لك مثلا مان بدك تضحك، اسمع هيدي. طب انطرني ما سالتني بدك اضحك، بركي ما بدي اضحك، انطر طرقك اياها. او بيجي واحد بيجي واحد تاني بيقول لك ما رح خبرك شيء، ما رح بتصدق. طالما ما رح تصدق لشو تخبرني وتضيع وقتي ووقتك؟ انه كمان عن جد شو حتخبرني؟ ما حوجع لكم راسكم كثير، بدي اعطيكم بس نصيحه صغيره جد، ما تتطلعوا وراكم لانه الماضي صار ورا، وما تتطلعوا قدامكم لانه بكره الله بيفرجها. طلعوا بالارض بركي بتلاقي لك شيء 2000 ليره من بتروح فيها للسيرفيس على البيت. لحظه بس عصيرة السيرفيس، ما تستخفوا بشوفير السيرفيس، هذا زلمة كل النهار عم بيعاني، بتتخيلوا؟ جد أنا اشتغلت مرة، أنا وقفت لواحد عم يعني وقف لي قال لي فاضي؟ قلت له إيه، قال لي انزل اشرب لك فنجان قهوة. واحد تاني يمكن قرايبه لهيداك، ها وقفت كنت على البربير يمكن، قال لي على الدورة؟ قلت له إيه بس على الدورة سيرفيسين لأنه مشوار بعيد، قال لي أوكي وضل واقف. قلت له لا خلصني مع الدورة، قال لي ما انت قلت سيرفيسين ناطر السيرفيس الثاني. لا ثانك يو كمان من جهاز اسطنبولي. بعد هاتنين ستاند اب خلينا نشوف كم مرة ضحكوا الفريقين المساندين لفريق اشباح الكوميديا. ايوه ضحكوا 7 مرات وبقي برصيدهم 1100 دولار، بينما الفريق المساند لفريق اللقطينة ضحك 8 مرات وبقي برصيده 700 دولار. فإذا الفريق الفايز معنا لليلة هو الفريق المساند لفريق أشباح الكوميديا. بنهاية هالحلقة بشكر كل الكوميكازيين يلي شاركوا معنا الليلة، فادي شربل، أطوانات عقيقي، جان خضير، ريمو صليبة، دني الحلو، توني خوري، وجهاد اسطنبولي. مشاهدينا جمهور كيف كنتوا هلا عم تضحكوا؟ بدنا اياكم على طول هيك تضحكوا، بنحبكم كثير. وقبل ما اقول لكم باي بدي اطلب من كل شخص على باله يشارك معنا انه يبعث صورته على بيج كوميكاز، اكيد بنحبكم كثير. باي باي.